sunnada nabiga nabi maxamed in la difaaco. Weerar baa nabi maxamed sunnadiisa lagu soo qaaday, sunnada nabi maxamed weerar baa lagu soo qaaday. Niman quraaniyiin la yidhaahda baa soo baxay. Jacaylka nabi maxamed ood wax walba aad ka hormariso adigoo amarkiisa qaadanaya. Qabiilkaaga marka wax laga sheegana inaad adduunka carada meesha u dambaysa aad gaadho, nebi maxamed oo la caynayo, nebi maxamed oo la aflagaadaynayo, nebi maxamed oo wax walba lagu samaynayo, waan arkaynaa kuwa nebi maxamed caynaya sallallahu calayhi wasallam oo adduunka iska yaacaya, haddii la xidho xataa la soo daynayo, indhaheenna ayaanu ku haynaa. Kuwa kale oo aan diin islaamba caayin oo bal difaacayay oo xabsiyada ku jira ayaanu indhaha ku haynaa. Dacwadu waxay u baahan tahay asluubkii nebi maxamed in loo maro صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ما بعد. أيها الأحبة في الله يحبكم في الله. وحان كوكان عسانا هاي حداد هورين ولسعتي حلقة تنكو الرئيسي إن الآدو فايدي ستي. حلقة وحلقة لبات ومسلسل كاني لما قعب حي تلك عشرة كاملة لمن أراد الفوز والفلاح. طبعاً كان قضب كل يبان أدون إيا آخر با. حلقتني وحلقتني لبعد وأنا خلق المسلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لقن كا إيا أخلاق ذا إيا ماموس كا لقدون يقفك مسلم كا إنو حبيب كيسي كل رغمه صلى الله عليه وآله وسلم. كو خذ بك كوبات تقديم محبتي على كل شيء. الله أكبر. تعيل كان نبي محمد أضوح والبأت كهر مريسو أضغو أمر كيسا قادنية. قال تعالى وأطيع الله وأطيع الرسول. الله يا رسول كيسا أطيع ومقلأوه كان سما. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قف كين إيمان لما يستيران لغمهل ما دي عكرتو إلا أكتش على هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عرور تيسة إيو والدك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه باجلي رسولك إله وعيد والبان كاتش على النفط إذا موين نبي وحي لعمر وإما آذر ربينين إيمان كاغا ولي وحباك أليمان هد أيان نفط إذا نكاتش على هاي بويري الآن يا عمر. عمر وهد أي إيمان كاغا بوح سمي أيا لبويري إذن قضبك وقضب به ما قضبك الله بعد قبصه. الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في كل وقت وخاصة يوم الجمعة. صلي النبي أضبضيسه عليه الصلاة والسلام قال أهان ما لنت جمعة لقيس حديث كان البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. بخيل متغانا وقف أكتيسة مقع عيق الله وش يقيب النبي قيري أول إغو صلينين صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. قفك هل مر إغو صلي إلهي باتوان شركو صلي صلى الله عليه وسلم. إذا أن بدنا صلي نبي محمد عليه الصلاة والسلام دعائنا الله أقبل يا نعم وأنقش علينا يا نعم شفاعة نبي وأنهلينا مالين قيامه صلى الله عليه وآله وسلم. قضب كصدحات اعتقاد أنه ما مات صلى الله عليه وسلم حتى بلغ البلاغ المبين. نبيغو إنو سن إيمانين وإن الاعتقاد سو وإنو سن إيمانين وإن الاعتقاد سو إلا ودتك دتك لوسو ديري ودعوة كجارسيي. نبيغو مركي ودعوة لما يستري أي جيرد أتمت. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم ومالين جمعاء اليوم عرفوا ما النبي وتعالى صلى الله عليه وسلم اليوم ومالين جمعاء وحجة الوداع مشوا مكة. اليوم أكملت لكم دينكم. دين تبع الدين لما يشتري نعمة دين لما يشتري وأتممت عليكم نعمتي. إذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قداشي عدة دين كصودرت دين تشيع عبادة أرد هذا إلهي بان أقول دوان هيا نبي محمد نؤوسا أغين. اعلم وحد أغاتا ولبا علم جازم حقيقة إنو قفكاسي بدعكو صدري دينتا
النبي يقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وجه قال لك أقول فنايا من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد وحال لك أقول فنايا معي وجه إذا دين وحاء وحي النبي محمد وكتري صلى الله عليه وسلم دين وحاء وحي الصحابة إلهي أقول له هذه النبي قال يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك جارسي دتك دعوة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذا صبين دعوة ماذا قدرين ولو ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وحن أنا قلت له هذا نقول بين أبو الله حذد كونها ليك سيانك قبل الله عدكو صهي لسنة فما منكم من أحد عنه حاجزين عد نقك لسنة أو نوكاه لسنة ما أظن أركتين قضب كأفراد تقديم كلامه وسننه على آراء الرجال نبي قال الذي سئن وحو البلغهر مريو صلى الله عليه وسلم إيو مركي عند الاختلاف إن كتابك السنة دبلو ونغضو قال جل وعلا فإن تنازعتم في شيء هيا هذا هو ينادو هذا الشيء اسكو قبطان حقين أول الله بنا فردوه إلى الله ياكل والرسول والرسول صلى الله عليه وسلم إذا نبي هذا الكيس هذا اللقى مهر مرينكرو عليه الصلاة والسلام يعني الكتاب والسنة وحصوهر من يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله رسولك يا الله يا رسولك إيسا هذا الكوضة وحب الله مهر مرينكرو قوضة بكشانات التثبت من صحة الأحاديث التي نصب إليه يعني إن السقط حديث كأذي هذا النبي قايم بالمناسبة وقت أن فوينو بشي لصورنا في حديث أن شيغي أو الفتنة نائمة ولا على الله من أيقظها وحيقول برانوشي بعض الفضلاء ولا لها قيمة كمذا يقول برانوشي حديث كأنه ضعيف يهي أما هدو ضرب كهو سيئي وإن كان معنيه سو سيئي يهي سيدا دراد يدوان كعذر دارن هيا عن قسط ما هين محايا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أولو بان أبور طووحو سن لهين أضادو نقايسو وحانا أنو لهين قف كي لهذا ويري نار با حق لهيها وديار قروبو مارك أحاديث النبي إلا السكتو انت الصحيح ابا نقبضا حديثك ضعيف كعلومات وحده من لحو جي سنكرا من لدري شنكرا فضائل اعمال من لدري شنكرا قارب ابا يري مايا وان كان انت ضبضا اليهين ان يندرج تحت اصل معمول اصل وعمل فلو قران حديث ادو معنيسه المام ايو من فضائل اعمال ولدري شنكرا اليهين لكن كوي صحيح اها كدقن كودي ايابا انا ولي دمايلين بعض حديث ضعيفه الى المانتو دن ميلها أنو مركا لول يجنو قضب كأن اللي حاذو خلوقا إيا نقنكا إيا أنشحا لقد دولا يقفك مسلم كأنو نبي محمد قرآن رغمه صلى الله عليه وسلم الدفاع عن سنته عندما يقدح فيها أحد سنة النبي محمد إلا دفاعه ويربى النبي محمد سنة الذي صلى قصة وقاضي سنة النبي محمد ويربى القصة وقاضي نمن قرانيين ليلة هذا وصوبحي ولي قرآن كمحال لغة بهاية حديثة قرآن كأيان حسبنا القرآن قرآن كأيان نغفر هل كاسي تاقيهين نعم وهذا خطأ تاسي ويقف بل وحويا وكفر يقال لمو بل وبين نبي محمد رسالة ذي سلة بين صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى نبي هوى ذي سكمها الله محوك الله إن هو إلا وحي يوحى وحكوا هذا وحي النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن إيش ومثله معه قرآن كأي وحل مذان إذن سيني وأحاديث نبي والحكمة وأحاديث رسول صلى الله عليه وسلم وإلا ما قرآن كاتل مامي إن محال إلى ذا سيدة لور ركوع سيدة قابك لور ركوع عيو إيا قابك لو سجود يو أسجدوا ما ليلي لكن سيدة لو سجود يا صلاة كلي أباك غفلا وأقيموا الصلاة لكن قابك لو تكن يا وآتوا الزكاة نصاب كسر الله بحليا أركان تبع الغول أحفري سميا إذن إن سنة النبي قد دفاعنا صلى الله عليه وآله وسلم إي أقول هذا إن براروتشين كوبان وشيخ براروتشي إلى قدره أو يلو من الغريب أن بعض الناس لو طعن في نسبه أو قبيلته لغضب غضبا شديدا ولكن عندما يتكلم أحد في الرسول صلى الله عليه وسلم أو سنته التي هي وحي من الله تعالى لا يرد بشيء
وحيد الوحى الله ياب له وح مضح يرفعه رضا للقب صلاة شيخ مصوبالي ذو يقاني هدي ميت كميدة قبيل كيسا وحلق شيخه عرم يشأ الدم بيس أيو جارية لكن هدي نبي محمد وحول بلق شيخه صلى الله عليه وسلم وحويا كأنما إنو صندق سدوش كفول ومسلا إيمانك ماش أود بيس إيمان أوي إن القبلية قبيل كأغبرك وحلق الشيخان إن الدونك عرض ماش أود بيس أدقالو نبي محمد الله عين أيو نبي محمد الله أفلق دين أيو نبي محمد الله وحول القصة بين أيو وأن أركا إنك هو نبي محمد عين أيو صلى الله عليه وسلم أدونك إسكياع أيو لسود دين أيو هدي الله حتى لسود دين أيو إن لها نأيا نكو أينا كوكالي او ان دين اسلام بعاينو بالدفاعيي او حبسيه ده كجرا ايانو ان لها كوهينا قضب كينا تضباد عدم الغلو فيه نبي انا لو حد قدبين او حد الالوهية ان لقارسينين صلى الله عليه وآله وسلم أستقع وحالقو يلي وحدد قل انما انا بشر مثلكم درجة النبي لماذا ايا وحيقي رسول لماذا اذن ليرا هيا بشر بار الامي نبي قايري صلى الله عليه وسلم لغو يري وحاد هذا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير هذا وحي بردي إلها أن أغان لها خير كان بطسان لها يأنو غيب كم أغي إلا إنت لأي شيء موين قبل النبي محمد أماني صلى الله عليه وسلم مركي سوق قادوتني وفينا رسول الله يعلم ما في غد وحنا لتشوغ النبي بري وحي لعدونا أغ جوك بوي جوك كد كده إنت كجو إذا النبي هو بشر لكن هو بشر إلهي فضله سبحانه وتعالى قضب كي نسي ديداد عدم رفع الصوت عند سماع قولي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي نبي إلى أن عد كيسا لقد المرنين عد بشر أو عادة إلى أن لقد المرنين نبي عيسو قيوان وقللنا أن لوين قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وحضر يا رسول الله ويا نبي الله لها لكن سيدا إذنكم محمد يا عثمان يا علي اسكو يا دان مايا نبي حديث تيسنا لقم السر مرين كرو حتى ميل لقو أخرنا يو أحاديث بشر كو عادي قضب كينا السقالات نشر سنته بين الناس بالأسلوب الحسن أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعدة الحسنة وقال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار نبي صلى الله عليه وآله وسلم وحيري ورهل آياتنا الله كأنك دعوة قتا أو دعوة ولما بالأسلوب الحسن أسلوب ونكسن إيا هذا الونكسن وحو كيني وايو فعل ونكسن وحو كيني وايو موصود وحو كيني وايو لولا عدين وحو كيني وايو تهديد مكيرو إن عدين مكيرو دعوة وحيوبة أنت أسلوب كي نبي محمد إلا مره صلى الله عليه وآله وسلم قضبك أغدن بيات طبنات الاستجابة الكاملة لأمره ونهيه وعدم التردد إلى أهو قان سنته مركب أمرك أدغادته إلهي وحو نبي محمد وحونا أمري وحونا قرر بين أنكهرنا صلى الله عليه وسلم أنكم كترددين وآذن له المصميسة ميسوا إسكديسة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم نعم مؤمنين أجيب الله يا رسول استجيبوا لله وللرسول هذا إذن كي يلان وح إذن نولين يا ودي دين توابا نولالبا وح صحابة انتي أمر كاقاتين أي النبي صلى الله عليه وسلم عن لوفتي سحة إن ألك لعشرين عليه الصلاة والسلام تلك عشرة كاملة لمن أراد الفوز والفلاح طبنك قضبنا وطبنك قضب قفك مسلم كأ لقدون يو نقم وناقا إيا أخلاق ذا إنو النبي محمد كرر نقمه صلى الله عليه وسلم هاي قفوان أحبك في الله حلقة الضحاب أيام كورا حين دونا بإذن الله سبحانه وتعالى إنت أنا كل من حلقة تنحكتا أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.